اهلا اهلا كرزاني، اهلا 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 حبيبي. ميسان، اهلا وسهلا. محمد حاتم، هاي احبتي، صباح الخير، صباح النور. واش نقول لكم؟ صباح الخير ولا شنو نقول لكم؟ هاي من كل انحاء العالم، هاي اللي عنده صباح الخير صباح الخير، اللي عنده مساء الخير مساء الخير. اهلا حبيبي من كل بقاع العالم، تنسلم عليكم. وكيف ما وعدتكم، خديتكم معايا الى مدينة كولونيا الى المانيا. ومن فندق ماريتيم هوتيل. كيف ما وعدتكم، قلت لكم انا اخذكم معايا الهوتيل، اوكي. وغادي نوريكم هذا المكان الراقي، هذا المكان الجميل اللي ضروري كان من واجبي انني نقتسمه مع الاحبه اللي بغاو يجيو يزوروا مدينه ديال كولونيا. كنصحهم يزوروا هذا المكان الجميل، المكان الراقي. غنوريكم واحد المنطقه رائعه رائعه جدا، وغنعرفكم على الخصوصيات ديال هذه المدينه ان شاء الله بالمباشر، اوكي. انا غادي ناخذكم خطوه بخطوه معايا اليوم من لا شومبر من لوتيل، اوكي، الى المعلمه التاريخيه اللي هي كتعطي واحد التاتش للمدينه ديال كولونيا. اللي هذه المعلمه التاريخيه هي الكاتدرائيه ديال الدوم، سميتها الدوم. هذه الكاتدرائيه هي معلمه عالميه، واحد المأثر تاريخي يعرف بهذه المدينه الجميله. هي رابع اكبر مدينه بالمانيا بعد هامبورغ، ومن بعد برلين، ومن بعد يعني واحد المدينه اخرى. كتجي مدينه ديال كولونيا اللي انا كنعتبرها عروس الراين، عروس الغرب، عروس النورد راين فيستفالن هنا بالمانيا، يعني عروس الغرب الالماني. فغناخدكم معايا، شوفوا المكان بلاتي بلاتي، نقلب الكاميرا باش نوريكم. بعدا كاينه لوتيل، اوكي. انا غنوريكم المنظر الرائع بلاتي، ندخلكم معايا لا شومبر دو نوي. مومنت، احبتي تفاعلوا معايا. واش كتسمعوني؟ شوفوا هذا المكان، الا كتسمعوني ديروا لي الله يخليكم، اعطوني اشاره قلوبه ولا لايكات، الله يعطيكم السر. هذا هو الواد ديال الراين، هو اكبر واد في اوروبا. و راه كيف ما عرفتوا حنايا في دوسلدورف، هذا الراين راه من دوسلدورف الى كولونيا. كنت اتذكر واحد العام، واحد السنه، كانت واحد السهره في واحد الباطو، في واحد اليخت ديال سهره مغاربيه، جاو فيها فنانين من المغرب العربي. جينا من دوسلدورف حتى الكولونيا ذهابا وايابا، واحد السهره كانت ممتعه جدا جدا. هذا الراين هذا هو واسع وعريض، وكذلك هو واحد المعبر مهم للتبادل التجاري ما بين دول اوروبا. معبر كي يصل كثير من الدول الاوروبيه، وكذلك عامل مهم في التجاره والاقتصاد بين دول اوروبا، اوكي. شوفوا المنظر كيفاش داير. بغيت البارح نطلعكم لايف، ولكن للاسف كان ظلام، يعني كنتو غتشوفوا غير بعض بضعه اضواء. ولو ان الليل جميل جميل من هذه الشرفه، مظاهر الليل جميله، ولكن عبر اللايف يعني لا كاليتي ديال اللايف ليست جيده جدا. ها هو كي دايزم تما كاينه التراموي. من على الواد هناك بواخر وسفن، ولتحت يعني طريق سيار عريض طويل. فشبكة مواصلات جد معقدة في هذه المدينة الرائعة اللي أنا أعتبرها عروس الغرب الألماني، مدينة كولونيا. وهنايا كانوا الناس البارح محتفلين في الفيستيفال، هاد القاعة هادي راه الناس سيتان غيستورون كرون غيستورون هنايا. هاد لوتيل ديال ماريتيم فيه يعني في سلسله مطاعم، وهذا المكان هذا كانوا محتفلين به البارح لواحد الفيستيفال. وعلى فكره مدينه كولونيا تعتبر يعني غنيه بفستيفالاتها، اوكي. حنا بغينا اون شومبر على الراين، على الواد، بغيناها اختاريناها على الواد. ولكن من اللور غيبان لكم الدوم، هذيك المعلمه التاريخيه اللي قلت لكم الى غايه 1884 كانت اعلى معلمه في العالم. ها انتم كتشوفوا الراس ديال الدوم،
انا بغيت نمشي لكم واحد الاشاره، لانني الى هبطت بالدوم، الى هبطت لديك الكاتدرائيه اللي هي معلمه تاريخيه ومأثره تاريخيه كبيره وقديمه وعندها واحد التاريخ اللي انا غنتطرق ليه منين غنهبط لهذه المعلمه التاريخيه. ولكن بغيت نوريكم من الفوق واحد القنطره اللي من بعد الحرب العالميه الثانيه اللي كلها تحطمات، النص ديالها كله تهرس، وكذلك حتى هذيك الكاتدرائيه اللي من بعد الحرب العالميه الثانيه كذلك تحرقات وتحطمات ووقعوا فيها اضرار كبيره جدا. وهاد الناس بالاراده ديالهم، بالحزم ديالهم، وكذلك بالايمان ديالهم بالتراث ديالهم الحضاري وبالتراث ديالهم، كذلك الموروث ديالهم الثقافي وبالدين ديالهم، فالاراده ديالهم والعزيمه ديالهم وداك الالتزام ديالهم خلاهم انهم يعيدوا البناء من بعد الحرب العالميه الثانيه، البناء ديال داك المعلمه التاريخيه ديال الضم اللي كتعرف بهذه المدينه ديال كولونيا، فاعادوا بناءها ولكن بطريقه راقيه وشاهقه ورهيبه. هانتوما غتشوفوها معايا بلاتي، ولكن انا غنقلب الكاميرا ونوريكم هذيك القنطره اللي تهدمات من بعد الحرب العالميه الثانيه. وشوفوا راها تبنات، شفتوا ديك القنطره؟ راها قنطره ما شاء الله كبيره اللي كتلم ما بين جهتين واد الراين، جوج ديال الجهات. هذيك القنطره كتجمع ما بين هذيك الجهه وهاد الجهه، وهذيك القنطره كلها كانت مهشمه بسبب القنابل اللي كانت كتنزل عليها في الحرب العالميه الثانيه. فهاد الناس هادو بنوا القنطره وكذلك رمموا الكنيسه وعلوها والكاتدرائيه وعلوها وبنوها. هذا الشعب الذي يريد فيحقق ما يريد بالإرادة وبالحزم وبالالتزام وباستغلال الوقت وبالابتكار وبالخلق والإبداع الإنساني. حبيبي أنا غندخلكم، شوفوا راه كنترعد بالبرد، عجزت ناخذ الجاكيتة ديالي من دخلت قبيلة أهلي تنعس. أوكي، البرد قارس، عندنا أجواء صراحة، الأجواء ديال البرد صراحة، السفر في البرد ما عندنا من نديرو نورمالمون، ما كيعجبنيش أنايا نسافر في الاجواء البارده. ولكن كما قلت لكم جينا لهنايا على اساس احتفال بعيد الميلاد، وكذلك على اساس انني نهار الاثنين عندي خدمه هنايا، فجينا نضربوا عصفورين بحجر واحد. ابتسام، اهلا مرحبا بك، جي اختي الكولونيا، وعرفتي الجو هنا في الصيف غزال 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 غزال. اوكي، اجواء الشتاء جميله في المانيا، ولكن انا تنحبد اجواء ديال الصيف. اوكي حبيبي، اليوم بغيت نتكلم لكم كيف ما وعدتكم بعجاله ان شاء الله، لاننا خارجين، بغيت نوريكم ناخذكم معايا من بعد ما غنكمل هذا العرض ديال اللي وعدتكم به. غنتكلموا على الحيتيات ديال الشواذ، علاش هذه المدينه ديال كولونيا، علاش هذه المدينه ديال كولونيا هي عاصمه ديال الشواذ في المانيا، علاش تسمى بمدينه الشواذ في المانيا، ويعني نتكلموا شويه على احوال ديال الناس المضطربي الهويه الجنسيه، ونتكلموا على الاحوال ديالهم في المانيا بعد ما بعد الحرب وما قبل الحرب وما بعد الحرب، وكيفاش تغيرت النظره ديال المجتمع والنظره ديال السياسيين للشواذ هنا في المانيا، ويعني المراحل اللي قطعوها، كذلك النضال اللي قطعها النضال ديال الشواذ من اجل الحصول على حقوق ديالهم في مجتمع علماني متفتح يعني يحتوي هذا النوع من البشر. ولكن راه خصنا نثبتوا واحد الامر، بانه هاد الشواذ اللي في اوروبا عموما ولا في المانيا ما حصلوش على الحقوق ديالهم الا بعد عناء وبعد حرب طويله، نحيد انا الطربوش عليا هنايا، اوكي، الا بعد عناء وبعد حرب وبعد جهاد وبعد نضال عاد باش حصلوا على الحقوق ديالهم، حتى هما الى سنوات اخيره، يعني ماشي من ديبار حصلوا على الحقوق ديالهم، لو انه مجتمع علماني ولكن بالنضال، وكانت هناك حقب ومراحل كثيره ومعدده قطعوها المثليين عاد باش حصلوا على هذه الحقوق اللي انا تنشوف بانها، انا انسانيه جدا وتنشوف بان حقوق شويه ولات مبالغ فيها، ولا شويه فيها واحد ديال شويه ديال المانيبيولاسيون ديال الناس الاخرين اللي هما الناس طبيعيين. هنا خصنا نديرو ستوب، وخصنا نفكروا في الاغلبيه ديال المجتمع، والا واحد الاقليه بالخصوصيه ديالها اللي شويه هي شاده غادي تفسد لنا الاطفال ديالنا، غادي تفسد لنا النشأ ديالنا. فهاد الخط اللي غاديه فيه مثلا اوروبا ولا الدول العلمانيه شويه خط اللي هو يمكن ان ينقلب عليها وعلى مجتمعها سلبا، فسوف ينقرض البشر
وربما بسبب هذا التفتح العلماني الذي لا حصر له ولا قيد له، فأنا كنشوف بأن هناك أمور اللي أنا شوية متحفظة فيها، مع ما أنا مع احترام أي إنسان يعمل اللي بغى في ذاته وهذا، ولكن كان بعض النقاط اللي غنطرحها إن شاء الله، اللي أنا عندي شوية فيها تنكريتيكيا. أوكي، ولكل حرية، لكل حرية في التعبير. أحبتي واش كتسمعوني؟ اوكي نعم. هذه المدينه انا كيف ما قلت لكم اللي هي كولونيا، كنعتبرها انا عروس ديال الغرب الالماني، وهي بالنسبه للشواذ كتعتبر عاصمه ديال الشواذ، لانها يقام بها اكبر. علاش هذه المدينه تعتبر عاصمه الشواذ؟ لانها احبتي كيف ما قلت لكم يقام بها اكبر مهرجان للشواذ، اوكي، وفيها اكبر تظاهره للمثليين والمتحولين جنسيا وثنائي الجنس في اوروبا، يعني المثليين والمتحولين جنسيا ولثنائي الجنس في اوروبا. اوكي، فهنايا كاينه حريه جنسيه يعني لا حدود لها في هذه المدينه. اوكي، فهاد الحريه الجنسيه ما هاد الناس هادو ما ماشي جاو هكاك وحصلوا عليها، لان تاريخ التمييز ضد المثليين وضد وتاريخ التمييز ديال تاريخ ديال الاضطهاد ديال المثليين في المانيا صراحه عنده واحد التاريخ وعنده الجذور ديالو الى ما قبل الحرب العالميه وما قبل الحقبه النازيه، حتى الى عنده الجذور ديالو الى ما قبل الحقبه النازيه، الى يعني جات واحد الظروف واحد الاحيان اللي انا ولا شويه كيتقبلهم الجزء كبير من المجتمع. ف راه لدرجه لسنه 1969 كانوا المثليون جنسيا كيتعرضوا للمحاكمه. 1969 كانوا كيتعرضوا للمحاكمه بموجب واحد القانون اللي يصدر، واحد القانون يعني تشريعي يصدر من البرلمان منذ عهد الامبراطوريه الرومانيه، وهذاك القانون زاد يعني شددوا فيه في الحقبه النازيه، شددوا في هذاك القانون وتم التشديد ديالو بسبب النظام النازي اللي كان كيجرم وكان كيحرم المثليه الجنسيه وكان كيعاقب اي مثلي جنسي بالسجن. اوكي، لغايه 1969 كانوا المثليين الجنسيين الى شدوهم كيدخلهم للسجن. اوكي، ف اذا فالمثليين هنايا في المانيا انعتقوا في اطار واحد الحركه تحرريه انطلقت في 1968 ديال المثليين الجنسيين، وهذه الحركه لعبت دور اساسي في التحرر الجنسي. وكذلك في منتصف الثمانينات كانت كذلك حريه جنسيه كبيره الى درجه كبيره 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 جدا. ف بسبب هذه الحركات وبسبب هذه الثورات كانوا المثليين والناس عموما كانت حصلوا على حريه جنسيه، حريه فرديه، اي انسان عنده حريه ديال اللي بغى في الذات ديالو، ما تعايروا، ما تقبحوا، ما تضطهدوا، ما تزدريه، لا لازدراء، هكا يقول لك لا لازدرائه ولو بالكلمه لو ولو بنظره. ما خصكش تزداري الانسان في اي حاجه دارها في ذاته. اي انسان عنده الحريه، الا ما عندوش الحريه في اي حاجه تتخص ذاتك انت، هناك منع فاصل بينك وبين حريه الاخرين وذوات الاخرين، ولكن في ذاتك دير اللي بغيتي. هذا هو القانون الحالي فيما يتعلق بالحريه الجنسيه لدى المجتمع الألماني، وليس المجتمع الألماني فقط، وهي قوانين عامة يعرف بها الغرب وخصوصا الاتحاد الأوروبي، وهناك قوانين كذلك في بريطانيا وأمريكا مشابهة لقوانين ألمانيا. فالغرب يعني إن كان هناك ريح شي ريح ولا شي حاجة ديال الحريات، إلا درتها شي دولة في هذه الغرب كتبغي دولة أخرى أيضا، هما يحاكون بعضهم في التحرر وفي القيم الإنسان وفي القيم التحررية. فإذا كان شي عدوى هنا كتوصل حتى لهيه. أوكي، فأنا من النقاط اللي أنا أنتقدها بأنهم بغوا حتى المثلية الجنسية أنهم يدرسوها كذلك للأطفال. فأنا كنشوف الأطفال يعني مازال نخليهم على الـ على على أنا سمعت هادشي في بريطانيا، يناضلون من أجل تدريس المثلية الجنسية، حيثيات المثلية الجنسية كذلك في برامج التربية الجنسية للأطفال في بريطانيا. وأنا كنشوف بأن هذا الأمر هذا شوية بالنسبة للأطفال ممكن أن تكون التربية الجنسية بشكل آخر، ولكن ماشي بهذه الطريقة ديال ندرسوا للناس المثلية الجنسية في المدارس. فنعم حبايبي،
اللي بغيت نقول لكم هو ان الشواذ في المانيا حصلوا على من بعد بزاف ديال النضال، حصلوا على تقدم كبير من اجل المساواه. انا كنتكلم على المساواه، يعني ولاو بحالهم بحال الناس العاديين في جميع الحقوق. اوكي، انا على حسب ما اعرف ان المثلي الجنسيين ومضطربي الهويه الجنسيه والترانس جندا ولا داكشي اللي كتسميو كله، جميع الناس اللي عندهم اي مشكل في من اضطرابات الهويه الجنسيه ولات عندهم مساواه في كل شيء. انا غنقول لكم عندهم مساواة في حق الزواج، عندهم مساواة في حق الإرث، عندهم مساواة في حق الشراكة، عندهم مساواة قانونيا وحقوق كتضمن لهم كذلك العيش المشترك مع بعضياتهم، سواء اللي بغى يتزوج مع شي واحد ولا اللي، المهم عندهم قوانين كتضمن لهم العيش المشترك تشبه قوانين المتزوجين. وكان قانون يعني قبل قانون ديال العيش المشترك هنا في المانيا كنديروا لهم واحد القانون خاص بهم ديال العيش المشترك، ولكن ماشي هو قانون ديال الزواج. شويه ناضلو قالك لا بغينا بحال الزواج ديال الناس العاديين، ديروا لينا قانون بحال ديال الناس العاديين، حنا ما بغيناش كونترا، حنا بغينا زواج نتزوجوا على سنه الله ورسوله. فداروا لهم كذلك قانون ديال الزواج. اوكي، فالعاصمه برلين نهار 2017 في 2017 العاصمة برلين عرفت أول حالة ديال الزواج الرسمي ديال المثليين بعد قرار البرلمان الألماني في تقنين الزواج المثلي، الزواج المثلي، قننوا لهم داك الزواج المثلي وردوه زواج كباقي الزواجات، يعني راجل وراجل يتزوجوا بحال راجل ومرأة يتزوجوا، من حقهم يتزوجوا على سنة الله ورسوله. نعم، اذا وكذلك عندهم الحق انهم يوثقوا عقد ديال الزواج اوكي في البلديه، اوكي، ويعرضوا على الاقارب وعلى الاصدقاء وفي العموم وفي يمشيو في الشارع العام ما يهضر معاهم حتى شي واحد، ويتزوجوا ويحبوا بعضياتهم ويعيشوا حياتهم وقانون حماهم من اي تنمر وحماهم من اي تظلم ومن اي ازدراء ولو بالعين. يشد عليك الحق يمشي يدعيك تجيبها في عظامك، يعني القانون كيحمي هاد الناس هادو، هاد كيحمي هاد الاقليات هادي لواحد الدرجه كبيره جدا، كبيره كبيره جدا، يعني من بعد ما كانوا كيتعاقبوا، من بعد ما كانوا كيتقساو، من بعد ما كانوا الجنود ديالهم الا كانوا كيحصلوا في الميليتير، الجنود ديالهم الا كانوا كيحصلوهم مثلا شادين كيعاقبوهم، كيدير لهم المشحيطه وكيدخلوهم للحبس. ولدرجه ان الحكومه الالمانيه والبرلمان الالماني هادوك الجنود اللي تعرضوا لهذاك الالم ولهذاك الضرر النفسي دابا كيناقشوا في البرلمان ديالهم واحد المواضيع كيفاش يعوضوهم على داك الاذى وعلى داك الضرر النفسي اللي تعرضوا ليه ما قبل 1900. والله اعلم، يعني فكي هما كيصححوا حتى التاريخ ديالهم، الاعطاب ديالهم في التاريخ كيصلحوها. اذا دابا حتى دوك الجنود اللي كانوا كيعاقبوهم لانهم مثليين كيعطيوهم، كيدرسوا واحد القانون باش يشرعوه باش يعطيوهم التعويضات. باش يعطيوهم تعويضات. انا كناقش يعني واحد وجهه نظر ديال واحد المجتمع اوروبي تحرري علماني اوكي اللي انا عايشه فيه. اوكي، انا لا اقول يعني هذا، ولكن انا مع الحريات، انا ما نعاقبهم اخويا، ما نعذبهم، ما نعايرهم، كل واحد اخويا حر في ذاته، انا هادشي اللي كنقول. بعض النقاط عندي فيها واحد التحفظات اللي انا غنتكلم عليها دابا. اوكي، اذا حبايبي، ولكن على علم واحد الدراسه اللي هي دراسه يعني رسميه معترف بها اللي تقدمت كذلك للبرلمان، وهذه الدراسه كتقول بان 30% ديال الشواذ وديال المثليين وديال مضطربي الهويه الجنسيه يتعرضون كذلك للازدراء، ويتعرضون كذلك لشويه ديال العنصريه في العمل. فدابا سننوا جميع القوانين كيفاش انهم يحميوهم من التنمر في العمل وكيفاش، لدرجه ان المثليين هنايا في المانيا ضاصرين. ما مشيتي كتلقاهم كيتعوجوا في المحلات التجاريه، كتلقاهم كيتعوجوا في اي مكان، وهذاك التعوج انا بالنسبه لي هو شويه واحد المجون اخلاقي فيهم، يعني ما كنعممش، ولكن علاش اخويا تشوف اي راجل تبقى تلوط عليه؟ اذا انت يا عاهر انت شرموط. اوكي، اذا فتي الحقوق ديالك ودخلتي في المجال ديال التحرش، اذا كتعرض الحياه الحريه ديال الاخرين، كذلك كتحرش بالحريه ديال الاخرين. حتى هذا الشيء خاصو كيناقشوا كذلك، يديروا لي واحد التريفه،
لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. أوكي نعم حبيبي. يا هذه نقطة من النقاط اللي أنا بغيت نطرحها، كذلك السلبية اللي كنشوفها في هذا الأمر هذا. عندنا واحد الصديق ديالنا في البيزنس، أوكي، كيدير سبيسياليتي ديالو أنه كيصمم وكيخلق مراكز تجارية. هاد السيد هذا كيدير مراكز تجارية في بزاف ديال الأماكن، أوكي، هنا في ألمانيا وفي أوروبا كيدير مراكز تجارية. فبغى يمشي يدير واحد المركز تجاري في برلين، السنتر قال لك صافي، دار ليه التصميم، دار ليه اللوجيستيك ديالو، دار ليه كل شيء ديالو. اوكي منين بغى يدفعوا العماله انهم يدرسوا المشروع ولا ما بقى ليه والو، قال لك يعطيو الاوكي. شويه ناضوا ليه، قالوا ليه لا، قال لك اسيدي دير طواليد الرجال والطواليد العيالات والطواليد ديال هذوك اللي بيناتهم. علاش برلين؟ لان برلين عندهم هو حاكمه واحد الحزب اللي هو يساري، وعلى فكره العمده حنا كنسميو العمده هو العامل ديال مدينه برلين السابق كان كذلك مثلي، وماشي غير ديال برلين، دابا العمده ديال المدينه ديال هامبورغ هو مثلي، وزير الخارجيه الالماني مثلي، وبالعلالي كلهم مثليين، يعني ولاو المثليين حاكمين المانيا. سبحان الله، انتم شوفوا المثليين كيحكموا المانيا، امراه حاكمه المانيا وهاد البلاد هادي مقوده، يلا غير المثليين حاكمين ويلي العمده ديال اسم كذلك مثلي. هانتوما الشواد حاكمين هاد المدن ديال المانيا، والشواد حاكمين البرلمان ديال المانيا، والشواد شادين الوزارات، الحقائب ديال الوزارات الخارجيه ديال المانيا، وامراه تحكم المانيا، وبالتالي هذه الدوله ما زايده غير في العلا وفي العلالي. راه الفرق في بناء الانسان، الفرق في بناء الانسان ماشي في الفرق هذاك مثلي هذاك ماشي مثلي، هذيك امراه ولا هذاك رجل. حنايا تربينا على هذه المراه نحقروا منها، مثلي نحقروا منه، اذا مثلي ما عندوش الحق يوصل، مراه ما عندهاش الحق توصل، غير الرجال الباترياركو هو اللي يوصل. لا، هنا المثليين شادين الحقائب وخدامين بنيتهم، والمراه شاده الحقيبه وخدامه بنيتها. اوكي بناء الانسان، مين كنبنيو الانسان سواء كان مثلي ولا ماشي مثلي، كنربيوه على القانون، وكنربيوه على اتخاذ القرارات الصائبه، وكنربيوه على الوطنيه الحقيقيه، وكنربيوه على القانون وعلى ربط المسؤوليه بالمحاسبه. واخويا كون مثلي ولا ماشي مثلي، كيدير اللي بغيتي في حياتك، ما بين ربعه الحيوط ديالك ماشي سخنه فيك، ولكن الحصيله ديالك، الاداء ديالك في الحكومه، ولا الاداء ديالك في العمل ديالك، ولا الاداء ديالك في اي مكان، خاصو يكون اداء لا يضر الحياه العامه، الحياه اللي كنقتسموها حنايا كاملين. اوكي فهاد الناس، هاد الشعب هذا هو شعب، يعني شعب يؤمن بالاداء، يؤمن بالحصيله، لا يؤمن بالمشاعر والعواطف الدينيه، وخرج من هذيك الرونده، ولا كيركز على الاداء، على الحصيله، على الاخلاق ديال المعاملات وديال الافعال، والافعال يعني كيوزنوا الافعال ديال الانسان، وماشي الافعال ديال الانسان بينه وبين ذاته. حنا ماشي المؤمن عندنا هو اللي كيصلي، هو اللي عنده التقبانه، هو اللي ما كيسبقش دفارو، هذاك هو المؤمن اللي غيمشي للجنه. اوكي وما يفعله في الناس في البشر، تكون يده طويله، يكون كيسرق، يكون كيكذب، يكون كينصب، يكون كيذبح، يكون كيشنق، يكون كيسلخ مرته، يكون كينفخ لها العين، يكون كيعتصب ولادو، عادي. ليسونسيال انه يظهر لنا مشاعر واحاسيس وعواطف دينيه، اذا هذاك سيدخل للجنه. حنا لازلنا متخلفين جدا جدا جدا، لاننا لا نهتم بالاداء الانساني، ولا نهتم بعلاقتنا الافقيه بين البشر. انا اللي بغيت نقول لكم هذا الشيء كله هو ان هذه الدوله هذه هي دوله علمانيه، دوله عقلانيه، الدين ديالها هو العقل، الدين ديالها هو الوقت، هو العباده ديال الوقت، العباده ديال الاداء الانساني، فهما تيقيموا الاداء الانساني وكيمجدوا الاداء الانساني. وكون اخويا مثلي جنسي، ولا كون اخويا معاق، ولا كون كيف ما بغيتي تكون، ما كيهتموش بالشيء، امور اللي هي سطحيه جدا تتعلق بالانسان وهويته الجنسيه او الدينيه او الله اعلم. اوكي فجارك يكون مثلي، هنا جارهم يكون مثل، انا سكنت في واحد العماره دوسلدورف، عماره قسما بالله على نيتي، انا يلا جايه من البرتغال، جيت نسكن بروفيزوارمون بين ما شريت داري، جيت نسكن في واحد العماره في دوسلدورف، عماره قداش جيت نسكن فيها، وانا ساكنه وعلى دخلت شويه وانا كنشوف العماره، اويلي اللي تحتي شواد، واللي بجنبي سحاقيات، واللي فوقي شواد، العماره كلها يعني هويه جنسيه مقلوبه. انا اللي كنت وسطهم صحيحه، وراجلي كيقول لي نخوي من هنا نخوي من هنا. انا ولادي بغيتهم شي يشوفوا لي هادشي، وكيكونوا دايرين شي حفله ديال راس السنه ولا شي حاجه ظريفين كيعيطوا لينا.
كيعيطوا لينا وضريفين ودراوش عمرهم ما اداوني ولا ضروني ولا حتى شي حاجه، ما فيهمش حتى العنصريه ما فيهمش صراحه. مهم كانوا مديانين معايا صافي، نقول لك كل واحد تاع الدباب والسلام سلام. شو نهار تسد عليا الباب نسيت الساروت لداخل، هذيك جاتي اللي هي سحاقيه عطاتني الماكله وعطاتني عطات البنات يشربوا وكلاو وجلساتنا عندها في الدار، حتى جات ديك الشركه حلت لينا حلت لينا الدار يعني عادي. ما عندي معاهم مشكل، ما عندهم معايا مشكل. مشكل ما ديك تستناني خاصني نهبط نوريكم الكاتدرائيه يا حبايبي. المهم ولي الحديث سباقيه، انا بغيت نتكلم على الرهاب ديال المثليه الجنسيه لدينا في مجتمعاتنا الاسلاميه. خلينا نتكلموا على هذا الشيء شويه اوكي. ولكن اللي بغيت نثير الانتباه قبل ما ناخذكم معايا لتحت الكاتدرائيه حبايبي، هو انه كذلك واحد الحاجه اخرى بغيت نقولها. هاد المثليه عندنا هنايا بحال اللي كنقول لكم الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. يعني كما قلت لكم في البرلمان رؤساء الاحزاب المثليين عندنا في البرلمان عباد الله في وسط الاحزاب، وكذلك عمده ديال برلين، عمده ديال هامبورغ، عمده ديال اسن، عمده ديال مود، العمده وكانهم اجمعوا على عمدات من الشعب، ولكن أداؤهم الإنساني جيد جدا. أوكي غير هو كثير من الاحيان يعني كيكون شويه هناك يعني واحد كما قلت لكم كياخذوا الحريه ديالهم المطلقه اكثر من اللازم، فكيأثروا شي شويه على الاطفال ديالنا. مثلا انا ملي كنكون غاده، ملي كانوا بناتي صغار دابا ولاو فاهمين كل شيء، انا ملي كنكون غاده فشي سونتر ولا هادي كنشوف مثلا جوج راجل مع راجل كيتباوسوا مثلا وكيقوموا بشي حركات اللي هي يعني انا بالنسبه لبناتي كيبقاو يشوفوا كيقول لك شنو هذاك الراجل، يعني كيوقع لهم فحال واحد الخلل كيفاش كيميموريزي الامور. يعني مازال صغار على داك السن، انا ضد ان الاطفال من سن صغيره انهم كنبغي يكبروا على الفطره التي خلقها فطر الله وعلى الناس عليها جميعا، خليوا ديك البراءه انهم يكبروا على ديك الفطره. اوكي الشواد عندهم الحق في هذه، ولكن انا حتى دوك الناس اللي هما شواد كنقول لهم احترموا شويه دوك الناس الاطفال اللي على الفطره، يعني لا داعي انهم يجرحوا التفكير ديال ويخدشوا التفكير ديال الاطفال. ملي نشوفوا الاطفال في الشارع يلتزموا شويه الحدود ديالهم، وكذلك يخليوا الناس مثلا في الاماكن العموميه العامه يخليوا الرجال في خاطر في راحتهم، الرجال اللي ما عندوش اخويا مع الراجل ماشي بالضروره تستفز ليه المشاعر ديالو وتستفز ليه الغرائز ديالو باش تشوف واش واش ممكن تمانيبولي ليه الهويه الجنسيه ديالو ولا لا. هذاك اخويا تولد راجل انت تخلقتي هكذاك، اذا انت تخلقتي غير، قلب على الناس اللي هما كذلك غير، ولكن ما تستفزش الناس اللي هما يمثلون الاغلبيه في المجتمع، ما تستفزش كذلك الاطفال. انا ضد هذه الفكره هذه ديال استفزاز الاطفال، وكذلك ضد ديال اننا ندخلوا مثلا في المدارس ولا ندخلوا في الاماكن العموميه تواليت ديال الذكور وتواليت ديال النساء وتواليت ديال ما بين اكس، لدرجه ان هنايا في البرلمان الالماني يناقشوا امر صراحه خطير جدا، لان كما قلت لكم في المانيا كاين الناس في الاحزاب كلهم عبروا على الهويه ديالهم الجنسيه بكل فخر، وجابوا حتى وزير الخارجيه جاب صاحبه ودخلوا معاه البرلمانات ودخلوا معاه المنتظمات الدوليه ودخلوا معاه براسه مرفوع، جا وقال لك صاحبي وانا عندي واحد الهويه جنسيه ماشي بحال ديالكم، قبلوني ولا ما تقبلونيش وانا وزير. هاك عادي يعني للدرجه ديال الصراحه ديال يخرج في عينيه حق الانسان، ما تحيدوش ليا انت انا غير من حقه. اوكي من حقه اي ما ضغفت عن. اوكي واحد الحاجه مهمه بغيت نقولها طارت لي من بالي بلاتي. واحد القانون اللي هو خطير جدا يناقش، لا غوز صاب ماشي غير نقرا التعليق ديالك. اوكي انا اخذتكم معايا على برا، انا غادي نقرا التعليق ديالك. اللي بغيت نناقش معكم واحد القانون يناقش على في البرلمان باليسار، تيقولوا بان تيقولوا بان شتا اسلوب الخطاب بغاو يغيروا المعجم القاموس ديال الخطاب المذكر ولا الانثى ولا هذه، هادوك المضطربين الهويه كيقول لك حنا ماشي مذكر ماشي انثى، دخلوا لينا في المعجم في القاموس اللغه الالماني دخلوا لينا بان انا ماشي هو ماشي هي، ديروا لينا بيناتهم شي نجمه. مثلا تيقول لك زاغ ات ارتست ولا ارتستين، زاغ ات ارتست نجمه ارتستين اند ارتستين، يعني سيدي الطبيب وما بين سيدي الطبيب وسيدتي الطبيبه بيناتهم نجمه، يعني هناك طبيب ممكن يكون راجل ممكن يكون بيناتهم يكون بيناتهم يعني. اوكي
تيحاولوا انهم في القاموس الالماني انهم يغيروا الطريقه ديال الخطاب باش احتراما للناس المضطربين الهويه الجنسيه، وما نقولوش حنا مضطربين، ما بقاوش كيسميوهم مرضى، للناس اللي هما ما بين رجل وما بين امراه عندهم هويه جنسيه مختلفه. اوكي، قال لك سيدي قول لهم مثلا تكتب اون لاتر، سيدي سيدي الوزيره، اون لاتر ما عرفتيش شكون يقرا، الوزير ولا الوزيره، كتب سيدتي الوزيره، سيدي الوزير، بيناتهم سيدتي الوزيره، سيدي نجمه، لا سيدتي الوزيره ونجمه وسيدي الوزير، وعد دير فاصله وكمل الرساله. اوكي. نعم لهاد الدرجه هذه. كان المهدي غنمشي، قال لي المهدي يلا شدي شدوا الطريق، جبتي لي الجاكيطه، اوكي هو جيب لي الجاكيطه. ماي جاد حبايبي، عرفتي شنو ديروا؟ لا غنقطعوا غنعاود نطلع لايف. اوكي اوكي ماشي، يلا تنحبكم، بقاو معايا غنبدل، لان غيجيني البرد خاصني نبدل عليا ونطلع عاوتاني لايف، انا غنشدكم من لوطيل عاوتاني نهبط معكم للدوم. اوكي يلا ابيانتو باي، لوف يو، غنقرا التعاليق من بعد كلهم، ميرسي.